السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم كسيداتي مع مريم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم فيديو عن وصفة طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف. إذا تتذكرون أن كان هناك واحد الماسك الذي عمل ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، هو الماسك الأسود لإزالة الرؤوس السوداء. اليوم غنحضروا الماسك الأسود في البيت بمكونات طبيعية، وصفة غنجربها أمامكم لملاحظة النتيجة والفرق في إزالة الرؤوس السوداء من الأنف. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر أبوني وسبسكرايب موجود أسفل الفيديو. أيضا قموا بتفعيل الجرس للتواصل جديد الفيديوهات التي نضعها بشكل يومي على القناة. لا تنسوا أن تتركوا لي في تعليق نوع الفيديوهات التي تريدون أن أقدمها لكم إن شاء الله، أو نوع المواضيع التي تريدون أن أقدمها لكم في الفيديوهات القادمة. سنبدأ الآن طريقة تحضير هذه الوصفة ومقادير هذه الوصفة. بالنسبة للمكونات لهذه الوصفة، كما قلت سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. سنحتاج إلى الفحم، يمكنكم الفحم يعني بودرة بهذا الشكل، وكما يمكنكم إذا لم يتوفر لديكم الفحم أن تأخذوا قطعة من الخبز وتقوموا يعني بوضعها فوق النار لغاية أن تصبح سوداء بهذا الشكل. قوموا بطحنها لغاية أن تصبح على شكل بودرة. سنحتاج كمكون ثاني إلى الجيلاتين، وبالنسبة للجيلاتين هو مادة، يعني العديد تأتيني من العديد من الأسئلة حول الجيلاتين. هو مادة تستعمل في الحلويات، تكون على شكل ورق، وكما يمكنكم حصول عليه على شكل بودرة، يباع عند بائعي الحلويات ويوجد في جميع المحلات التجارية الكبرى. يعني أطلت في هذا الموضوع، لكن تأتيني العديد من الأسئلة حول الجيلاتين. سنحتاج إلى ملعقة من الفحم وملعقة من الجيلاتين بودرة. كما يمكنكم استعمال أوراق الجيلاتين حتى هي صالحة في هذه الوصفة. سنقوم بمزج هذين المكونين جيدا مع بعض كما تلاحظون معي، وفي الأخير سنحتاج إلى الماء المغلى، يعني مقدار ملعقة كبيرة من الماء المغلى. ضروري غلي الماء جيدا لغاية الحصول، يعني ضروري غلي الماء جيدا تقريبا ملعقة. وسنقوم بمزج هذه المكونات جيدا إلى غاية أن يذوب الجيلاتين، يعني ضروري استعمال ماء مغلى حتى يصبح عندكم الخليط بهذا الشكل. يعني نقوم بمزج المكونات جيدا. وستحصلون على مزيج بهذا الشكل. بعد أن يصبح يعني قوام الخليط بهذا الشكل كما تلاحظون معي ويذوب الجيلاتين بالكامل، نقوم بأخذ الأعواد التي تستعمل للأذنين. والآن سنقوم بتطبيق هذا الماسك على الأنف. نعم، كما تلاحظون لدي بعد يعني الرؤوس السوداء الموجودة في الأنف، وسنقوم بوضعه بهذا الشكل، يعني اتركوه إلى غاية أن يبرد. بعد ذلك يمكنكم وضعه. يعني هذا الماسك يعني يمكنكم عمله مرة في الأسبوع أو كلما ظهرت لكم الرؤوس السوداء على الأنف. يعني عدم الإكثار من استعمال الماسكات، كما أقول دائما يعني الوصفة الطبيعية نستعملها فقط مرة أو مرتين في الأسبوع، وعدم الإكثار من استعمال الوصفات الطبيعية. وسأتركه إلى غاية أن يجف. ليس يمكنكم فقط يعني وضعه على الأنف، يمكنكم وضعه على باقي الوجه أو أي منطقة لديكم بها رؤوس سوداء. والان غنبداو الازاله ديال هذا الماسك. بعد ما نشف، هانتوما كما كتشوفوا كنخليوه ينشف مزيان، غنبداو الازاله ديالو. نبداو من هنا، نبدا من هنا. صراحه ازاله صعبه، نتمنى من الله. واو صراحة ماشي
صعيبه بزاف. الوجه كامل فاش كتكوني كتحيدي الشعر هي اللي كتجي صعيبه، ما دي ديال الانف ما صعيبهش بزاف. كتبان لي الصراحه النتيجه راه كاينه، هذا جلد الكحوله غير ديال، كتبان لي النتيجه مزيانه. نشوف كيما كتشوفوا معايا يعني بعد ما قمت في ازاله الماسك، واش كيبان لكم كتبانوا يعني بعد بحال الاوساخ وبعد الشعيرات الرقيقه موجوده في الداخل. اظن انا مكتبانش جيدا في الكاميرا لكن بالعين المجرده فهي كتبان هاد الشعيرات. النتيجه مزيانه. النصيحه اللي ممكن نعطيكم يعني النتيجه جيده ولكن يمكنكم يعني تكرار الماسك مره ثانيه للتخلص من جميع الرؤوس السوداء الموجوده في الانف. وصفه جيده ما عليكم فقط تجربتها لملاحظه النتائج. بالنسبه للناس الذين تترك لهم بعض الوصفات الطبيعية احمرار في البشرة، يمكنكم عمل القليل من الزيت وتمريره على البشرة لتهدئة البشرة وإزالة الاحمرار، كما يمكنكم عمل خل التفاح أيضا يساعد على إزالة الاحمرار الموجود في البشرة. سبق أن قدمت لكم العديد من المقشرات، اليوم سأقترح عليكم مقشر جديد وفعلا رائع للبشرة. سنحتاج إلى بودرة اللوز أو اللوز المطحون، وسنحتاج إلى ملعقة من العسل، من الأفضل استعمال عسل نحل، وإلى نصف ليمونة أو عصير نصف برتقالة أو ليمونة. سأقوم بمزج بودرة اللوز مع ملعقة من العسل، يعني فقط تقومون بأخذ اللوز وطحنه إلى غاية الحصول على بودرة بهذا الشكل. بالنسبة لباقي المقشرات سبق وأن حضرت لكم العديد من المقشرات ستجدونها في القناة. سأقوم بمزج هذه المكونات جيدا، يعني عند مزجكم للمكونات حاولوا الحصول على عجين، يعني الحصول على عجين التي سنقوم بعمل تقشير بواسطتها للبشرة أو فرك البشرة بهذه العجين لتقشير البشرة. سنقوم بتطبيق هذا الماسك على الأنف وعلى البشرة لإزالة الشوائب الموجودة بها. بالنسبة للمقشرات للبشرة يستعمل فقط مرة واحدة في الأسبوع، كما أنصحكم دائما عدم الإكثار من استعمال مقشرات للبشرة. كما تلاحظون قمت بتطبيق الماسك على بشرتي، هذا الماسك أيضا رائحته رائعة وفعلا يعطي تقشير وتغذية في نفس الوقت، لأننا قمنا باستعمال اللوز في هذا الوصفة يعطي تقشير وتغذية للبشرة. أنصحكم بتجربة هذه الماسكات لأنها فعلا تعطي نتيجة رائعة لبشرتكم. نقوم بالفرك الجيد للبشرة بهذا الشكل، لمدة الفرك البشرة تكون 5 دقائق فقط. بعدها سنقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ ثم الماء البارد. رائحة هذا الماسك فعلا جدا منعشة، ستستمتعون وأنتم تطبقون هذا الماسك على بشرتكم. كما قلت سنقوم الآن بتنظيف البشرة بالماء الدافئ ثم الماء. شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وشكرا على تتبعكم لهذه الوصفة، شكرا على وفائكم الدائم للقناة. لا تنسوا دعمنا بلايك لهذا الفيديو لما لا يصل هذا الفيديو إلى 10,000 لايك يا أغلى متتبعين. إلى اللقاء، انتظروني في فيديو قادم ووصفة قادمة بإذن الله ستكون من اختياركم. كان معكم مريم، إلى اللقاء.